السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنا المسلمين قناة المساعد. اليوم سوف نتعلم سلسلة تعلم النظام لينكس في الحلقة 46 بعض الأوامر والمفاهيم الجديدة. أولا أحب أن أشكركم لمتابعتكم ومشاهدتكم سلسلة تعلم نظام لينكس ومشاركتها أيضا مع أصدقائكم وزملائكم في التواصل الاجتماعي، شكرا لكم. كما تعلمون أيضا كان مصدر جميع الحلقات أو كان مصدر السلسلة تعلم نظام لينكس NDH أو Net Development Group، الدورة التي تم رفعها على نت أكاد وهو الموقع الخاص في شركة سيسكو. الآن قبل أن نبدأ أيضا نحب أن نسقط الضوء إلى شيء، بأن مستوى المشاهدات الضعيفة لا يدل على أن محتوى الحلقة ضعيف أيضا، ولكن يدل بأن الأشخاص ليس مهتمون بتعلم شيء جديد في الوقت الحالي أو مهتمون بتعلم نواة نظام لينكس في الوقت الحالي. الآن حلقتنا اليوم سوف تكون على Creating User and Groups، أي إنشاء مستخدم ومجموعات. هنا في هذه الصفحة سوف نستفيد من شيء واحد، وهو في بعض التوزيعات عندما نقوم بإنشاء مستخدم يقوم بإنشاء النظام بإنشاء المجموعة تلقائيا، بإنشاء مجموعة تلقائيا، وهذه المجموعة تأخذ اليوزر اي دي أو رقم معرف المستخدم وتضع نفسه في اليوزر جروب أو جروب اي دي رقم معرف المجموعة، يكون نفس الشيء، ونطلق عليه يوزر برايفتي جروب أي مجموعة خاصة في المستخدم. لنرى الترجمة مجموعة المستخدم الخاصة كما تشاهدون هنا. الآن ننتقل إلى الصفحة التالية، لدينا جروب ادد وهي لإضافة جروب. جروب ادد نقوم في تطبيقها، هنا نقوم في فتح التيرمينال. سوف نقوم في مشاركة معكم الفيديو الخاص في تنزيل البارت لينكس أو توزيعة البارت لينكس جروب ادد، نقوم في كتابته. قبل كل شيء نتأكد من الجروب كات etc جروب. هنا كما تشاهدون الجروب ينتهي إلى 1001. الآن نقوم في إضافة جروب جديد، جروب ادد، نقوم بتسمية الجروب مثلا بارت. الآن لدينا خطأ، لماذا Permission Denied؟ تعلمنا في الحلقات السابقة Permission Denied تعني السودو أو الروت أو الصلاحيات العليا. نقوم في كتابة السودو ثم نقوم بإدخال كلمة المرور. بعد إدخال كلمة المرور نتأكد. الآن تم إضافة المجموعة ولكن برقم تسلسلي أو رقم افتراضي 1002. كيف نقوم في تجاوز هذا الرقم التسلسلي؟ نقوم بإنشاء مثلا رقم خاص، رقم مخصص لنا، نقوم بكل سهولة من إضافة هايفن جي ثم من إضافة 1200 مثلا يكون الرقم المعرف في الجروب، وثم اسم المجموعة RT مثلا وإنتر. الآن لنتأكد حتى من إنشاء ووضع في 1002. الآن كما تشاهدون تم إنشاءها. لنقوم من إنشاء مجموعة، ولكن الآن لا تحمل هايفن جي فقط تي، ونشاهد أن المجموعة سوف يكون رقمها التسلسلي 1003 أو 1201. الآن نتأكد. الآن هنا نشاهد 1201 كما تشاهدون تأتي بعد المجموعة الجديدة. هنا أيضا لنشاهد أكثر، هنا هايفن جي قمت بإنشاء 1005 في رقم خاص. هنا قمنا بإنشاء بدون هايفن جي أو بدون استخدام هايفن جي، قام بإنشاء في رقم تسلسلي أو رقم افتراضي. الآن نذهب إلى القائمة الأخرى أو الصفحة الجديدة، لدينا جروب مود وهي الخاصة باستبدال الاسم الجروب كلير أو الرقم المعرف في الخاص بالجروب. الآن نقوم من إنشاء ملف جديد تاتش كما تعلمنا في الحلقات السابقة. الآن نقوم بإنشاء ملف جديد كما تعرفنا في الحلقات السابقة عليها، نقوم بكتابة تاتش مثلا هنا. بعد أن قمنا بإنشاء نقوم في عمل ls. الآن كما تشاهدون هنا ls-l، ما فائدة هذه الطريقة؟ الآن نتعلم. file name كما تشاهدون
مجموعات الشرط. هنا اسم المستخدم، هنا المجموعة SAR. لنقوم باستبدالها نقوم من كتابة group mode وثم الهايفن N وثم من وضع الاسم الذي نود من استبداله. الآن نضع اسم المجموعة الجديدة مثلا سمت، ونقوم باستبدال المجموعة الحالية وهي SAR صار. الآن أعطانا خطأ، لماذا؟ لأن permission denied يحتاج root أو الصلاحيات العليا. نقوم بإضافة sudo. الآن قم باستبدالهم لنتأكد ls-l كما تشاهدون سرمسات أيضا. الآن نذهب إلى القائمة الأخرى أو الأمر الآخر. هنا كما تشاهدون -n قام باستخدام الاسم الساس الاسم المجموعة قاموا بوضعه هنا، واسم المجموعة الجديدة قاموا بوضعه هنا. الآن نذهب إلى -g. هنا لا نفهم ماذا يحمل. لنشاهد الآن نقوم بفتحه ونقوم بعمل كات etc group. هنا -g يقوم باستبدال الرقم التعريفي في الجروب، مثلا سرمة الساعات الرقم التعريفي 1001. نقوم بكتابة group mode و -g وثم 1001 هنا، نقوم بوضع 1300 مثلا 1300 كما تشاهدون هنا، وبعد اسم المجموعة مثلا سرمة ساعات. الآن هنا أيضا permission denied على sudo كما تعلمون sudo. الآن قم باستبداله لنتأكد. الآن كما تشاهدون كان 1001 الآن أصبح 1300. الآن نذهب إلى الصفحة الأخرى، لدينا آخر أمر وهو group delete. لدينا group delete group del فقط، وثم الاسم المجموعة حرف T وثم enter. الآن قام بحذفه، ولكن يتطلب أيضا permission denied أي sudo، والsudo كما تعلمون صديق لينكس في الأوامر جميعها أو الأوامر العليا التي تحتاج تدخل الروت. هناك etc root كما تشاهدون التي تم حذفه. ومع السلامة، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. قبل الانتهاء من الفيديو سوف نتشارك معكم مصادر كثيرة إن شاء الله في هذه الحلقة، منها مصدر توعية ليس له علاقة في لينكس ولكن نحب مشاركته لنشر التوعية، والثاني طريقة تنزيل البارت، والثالث مقطع تحفيزي ومقاطع أخرى إن شاء الله. وشكرا لكم للمتابعة ومشاركة الفيديو. مع السلامة.